ان شاء الله بدلت البطاقه البيضاء؟ بدليها. اي نعم بدليها. راح تشارك بالانتخابات ان شاء الله؟ والله ان شاء الله نشارك، بس ننتخب منه. اكو وجوه جديده؟ والله هي نشوف، نسمع عليه سلوكه طيب و... وعائلته طيبه، ويكون يفيد هالبلد هذا وهالمجتمع هذا، ننتخبه. ليش ما ننتخبه؟ لان الاوضاع الحاليه تحتم عليك التغيير. لازم نغير، لازم. سو... كل شيء ما سوونا سووا لك، بس يعرف سووا لهالبلد هذا كلهم اللي جوي هاي كل كم سنه من 2003 ولحد هذا اليوم. سووا لنا شيء جديد؟ يعني انت بدنا نسوي لك شيء جديد؟ الجواب لا. هم ترجع تنتخبهم من نفسهم؟ الجواب لا. لازم نغير ان شاء الله، ويصير تغيير ان شاء الله نحو الافضل ونحو الاحسن ان شاء الله القادم هالمواطن هذا. رحت بدلت البطاقه الانتخابيه؟ بدلت بطاقه انتخابيه. نعم بدلتها؟ نعم بدلناها. هاي بها صوره؟ انطونا بها هاي الصوره. ونص ونص، نص انطوها ونص ما انطوها. انت انطوك؟ لا انا ما انطوني. ليش؟ قالوا بعد جبت اللوخ على اساس ينطوني اياها. بس رحت حدثت بياناتك؟ حدثت وكملت انا من قبل تقريبا 8 اشهر. انت راح تشارك بالانتخابات؟ احنا نشارك بحاله واحده، اذا جانا اوادم ولد اوادم ما يجونا بذا ذولا. ما نعرف كل شيء، لا خدمات لا شيء، لا شياتين لا شغل لا عمل. هاي الناس واقفه بعد طاله على طاله. زين يعني انت تشارك بالانتخابات؟ اذا جو احسن من هذا وانزه من هذا لا ننتخب ونشوف وجه الهدم الموصل الخراب العمار كامل. احنا يعني انت ما تريد تنتخب الوجوه القديمه؟ لا بلا ما ننتخبهم، ما سووا لنا شيء، ما سووا لنا اي نتيجه، ما سووا لنا. زين انت سووا لك شيء؟ لا. زين انت والناس هاي يعني هسه ما شغل انطوك شيء فوق راتبك؟ ما انطوك. زين انت والفقراء؟ ما طول الفقراء. يعني على اي سبب احنا بدنا ننتخبهم؟ غير ينتخبون ويعطون للناس لهي الفقراء لهي الارامل اليتامى الكذا. زين هلا اليتامى 2017 لحد الان الناس تعاني تعاني، وظروف الناس تنزل اللي جوا ما تصعد. بدكتوه والله بعد ما جبتوه، بس ما جبتوه. فوق جيبه ان شاء الله. والله لسه عندي شغل شويه مع العائله، خي تطلع هم سوا نجيبهم. لقيت صعوبه بتبديل البطاقه؟ لا لا ماكو شيء. لا خالي عادي ماكو شيء. خالي؟ اي ماكو شيء. وديت الجناسي؟ وديت الجناسي من هذيك المره. ايه خبروني هذاك اليوم، قالوا لي تعال خذها، ورحت عليهم عشان متوقت، لان احنا بالدكان نجي من وقت. قالوا يجون بالتسعه ونص عشره هيك شيء بالمدرسه هاي. هيك شيء. راح تشارك بالانتخابات؟ ان شاء الله ان شاء الله. ليش؟ يا ابو نشوف لنا حل هاي الحياه، نظل هيجي نشوف بشي ناس طيبين شي. راح تنتخب الوجوه القديمه؟ والله لا والله نشوف هاي الجديده، شوف الجديده. انت اذا لقيت وجوه جديده راح تنتخبها؟ ايه نشوف هاي غير نعفو احسن ما نعفو غير هيجي. قديم تريد؟ لا شاش عملنا كل شيء، ماكو ما عملنا شيء، ما عملوا لنا كل شيء. حل لا حالنا حال، كهرب ماكو، بهدله. ليش ما تنتخب الوجوه القديمه؟ ليش؟ ايش عملوا لنا؟ يلا ايش عملوا لنا القديم؟ الجديده القديمين ايش عملوا؟ كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. تعب بتعب، كله حياه كلها تعب، حفريات وماي ماكو، كهرب ماكو، ايش؟ قاعد بالبيت وكل شيء ماكو. راح تشارك بالانتخابات؟ ان شاء الله نشارك. اهلك كلهم يشاركون؟ ان شاء الله. زين شو وقت راح تبدلوا البطاقه؟ ما يحتاج علينا بطاقه، نحن نازحين. نحن وين ما كان ننتخب. المتنقل يسموه. اي نحن اي مركز يصير ننتخب.